جيناكم اليوم هذيك المره صورنا فيديو كان من تحدي مين اكثر واحد بيعرف الثاني. هلا السؤال، هلا اسئله، مين شو مثلا السؤال، مين بحب شو بتحب فيه، صفات فيه، وشو بيحب شو بيكره. اي يا سيف، بنبلش مع سيف. يا سيف، شو بتحب باسلام وشو بتكره فيها؟ احب باسلام. ايه، علي صوتك. احب باسلام ايام. ايه ايام تكون كريمه، وانا بحب لما تكون هيك كثير كريمه. حلو. طيب شو بتكره فيها؟ بكره هي تدلع زياده عن اللزوم. ايه وبتبكي، تضحك كثير ولا بتبكي كثير؟ تضحك لدرجه يعني هالشيء منيح ولا مو منيح؟ تقطص من الضحك. اذا بدون سبب مو منيح. صح، برافو. اذا سبب منيح. برافو عليك. ايه وهلا انا لا نسال حليمه. شو بتحب فيها وشو بتكره فيها؟ يلا. انا بحب الايمان. ايه كريم كمان. كريمة؟ ايه كريم. ايه كريمة كثير كمان. ايه والشيء اللي بكره فيها؟ ايه دغري بتزعل، دغري بتبكي. صح. يعني دخل ماشي، بس هي هالشيء منيح ولا مو منيح؟ لا مو منيح. بالعكس هي ليش على الحدود وهيك تأثري. ايه بس انت عم تبكي كثير حساسة كثير. مثلا انت ما منيح مثلا. لازم الانسان شو يكون؟ معتدل صح؟ ايه؟ انا بحكي لليمار، ليمار تعالي، ليمار تعالي، تبكي. صح، اذا صحنا لها اكثر من مرتين تقدر تبكي. لا اتفقنا نحن ما نزعل صح؟ بس كذاب. ايه واخر شيء شو بتقول للاثنيناتهم؟ بحب هذول الاثنين لانه ما عندي غيرهم. دخيل عينك، الله يرضى عليك. ايه نبلش بسلام. يا سلام. ايه شو بتحبي ليمار شو بتكرهي فيها؟ ليمار ليمار. لا علي قصص كثيرة. انا بحب ليمار لانه هي هيك بتلعب معي. ايه ولانها هيك يعني حنوني. حنوني؟ ايه غيره. وبكره فيها. ايه بكره فيها انه هيك بكره فيها عصبي هيك بقول لها تعالي عبي معي. فاهم على هاي فهمت علي. فهمت علي. ايه هلا طيب بسيف شو بتحبي وشو بتكرهي فيه؟ بتحبي فيه انه حنون، كثير كثير حنون، لدرجة انه حنون. لدرجة انه حنون؟ قاعد تعبت الاراضي. طيب لدرجة انه حنون، شو بتكرهي فيه؟ بتكره فيه ولعب الطابي. والله معك حق. والله ما ماشي على كل حال، الامتحانات بلشت على كل حال، نشوف النهايات شو هي. ايه هلا ايه هلا خلصنا من الامتحانات. خلاص شكرا فيها شو قرب. ايه ايه هلا شو هلا هي راح ايه هلا بلشنا بليمار. ايه بدك مع الاسلام اول؟ ايه هات نشوف فيها. ممكن تحكينا مثل السيف على شوي مثلا انه هيك
ايمان خلاص اليوم بدي اعطيك كل شيء. ايمان خلاص اليوم. ايمان سيف تعال خلينا نلعب وما اعرف بس مو بحب العب معه. هاي بحب العب معه. ايه انت هي خلي هي تحكي. ايه شو بتحبي فيها؟ بتظبط حالك كثير. هذا الشيء كويس ولا ما كويس؟ لا كويس هذا. ايه يعني بتكرهي فيها شيء؟ لا انه هيك بتكرهي فيها ولا بتحبي فيها هيك؟ تعالي وما بعرف شو هيك، هذا بحب فيها. ايه تحبي فيها انه الاهتمام بحالها؟ بتحبي. ليش انت ما بتهتمي بحالك؟ بتغار مني يا لطيف. بتغار منك؟ بكره فيها ايمن ما هيك. زي كذا كأنه خلاص خليك انا اهتم بهاي وخليك انا اعمل هاي لانه انت ما بتعرفي هاي. ايه بتغار مني لدرجه مو طبيعيه. طيب من شو بتغار؟ مثلا انا قصيت شعري. بابا ليش قصيت الايمان هيك؟ مثلا بدي صب البس. ليش ما صبتي؟ مثلا بدي صب البس هيك يكون هيك شخطان قد مرفوعه عنا. ايه كيف؟ بابا ليش ايمان اكثر منك؟ لا وهي بتكون سانتي مثلا. ايه شو بتكرهي فيها كمان؟ البخل. بخيلة؟ معقول تكون بخيلة؟ بخيلة. ليش؟ ليش؟ طيب يلا كمل احكي. مثلا مستحجية كثير. ليمان كيفك؟ وهيك بصير حالها مثلا انا بحكي لك عن مصلحة. ايه ليمان لك ايه هذا القلم احلى؟ ما بشوف الا اخذته بلاش. ايه والبخل بنفس الدقيقة بنفس الساعة اللي بيجي بتطالع مقلب هذا كلها هذا القلم عادي استعيره بتحكي لك لا عندك العب روحي بتروح بتلعب حتى انه بيكون عندها لعبة وانا بدي اياها بتروح بتكبها ولا بتعطيني اياها وهي كمان وانا بدي اياها على كل انت لا خليك خلص خلص انت خلص انت خلص نرجع ل اي سيف سيف طيب ماشي شو بتحبي فيه اذا كنت بتكرهي؟ شو بتكرهي فيه؟ شو بتكرهي فيه؟ كثير هيك نزق كثير كثير نزق هيك وبيضل هيك مشكل جيل. ايه هاي معك نزق كثير نزق كثير كثير بحكي له تعال بحكي لي ولا ما بيدفن يا لطيف جاي درجة مليون يلا هيك قاعدة عم تتفرج على التلفزيون هيك عم تقول له انا قدام التلفزيون بحكي لي يلا شوفي يا الله ايه هاي بتكرهي فيه كثير ايش طيب شو بتحبي فيه؟ بحب فيه ايه لما بيجي بيلعب معي طالب يا الله ستي انا صحيح والله هيك والله شايف تلعب طيب بس والله هيك يلا هلا هيك هلا هيك ما بعرف ناكل شيء قلت لكم بحب العب مع طيب انه ممكن يلعب طيب بس بخاف اني اروح العب ينزق فيه والله العظيم وحلو بس حلو هنا يا والله حلو هلا على كل على كل هلا كل من عرف مين الثاني وهلا يلا انا لازم اعرف حقيقة سلام يلا سلام انا ما بدي انا ما بدي لا تعرف